وانا كمان. عم عثمان نعم. انت احسن واحد بيحكي حواديت. ما انا عارف. انت عارف يا عثمان ان انا كنت متوقع ان هم مش هيتجوزوا بعد في الاخر، قولي ليه؟ اقول لك ليه؟ عشان ما بحبش النهايات السعيده. ما انا عارفه يا تيتا، انت غاويه نكت في الافلام الهندي دي. اوه ده البرنس جه، مش كان هنا من نص ساعه؟ ايه ايوه يا برنس اتفضل. عم عثمان انا ايوه. انت كويس؟ انا كويس الحمد لله زي الفل. انا جايه اطمن عليك بس، كان شكلك تعبان امبارح يعني. انا لا انا كويس الحمد لله، بقيت زينه. كويس ماشي. انا قلت اشوفك لو محتاج حاجه يعني، او اشوف تيتا لو محتاجة حاجة. يا حبيبي يا برنس كفاية وجودك. عثمان اوبا دي حلوت خالص. اهلا يا ست سندرز. ازيك يا عثمان، انت كويس؟ هو يا ست ما انا كويس الحمد لله زي القرد. انا قلت بس اطمن عليك، اصل انت كان شكلك مرهق شويه امبارح يعني. كان شكلك مرهق قوي فعلا. لا لا الحمد لله بقيت كويس زينة. ماشي طيب. انت كويسه؟ انا كويسه جدا. انا بقول انا همشي بقى عن اذنكم. سندريلا انت لازم تمشي فعلا عشان مرات باباك اصلها خلقها تايه. انا عارفاها. عندك حق يا تيتا. بسرعه. باي. مع السلامه ست سندرز. لو سمحتي استني جزمتك. طب خلاص بقى هسيبها قصاد باب بيتها. طب استنى والنبي يا برنس اعمل معايا معروف احسن. الكرتونه اتملت والريحه عبت الاوضه. خد دول حطهم على باب الشقه معاك. طيب انا تقريبا لازم امشي بقى. انا كمان يا عثمان مامي مستنياني اصلا. مع السلامه نشوفك كمان نص ساعه. ايه؟ لا مفيش حاجه يا برنس. سلم على ماما. سلام. مع السلامه حبيبي. مع السلامه. عثمان. ايوه يا تيتا. خلاصه خبرتي. قول يا تيتا. الملكه مش هتوافق على الجوازه دي. قولي ليه؟ أقول لك ليه؟ عشان سندريلا مش أميرة بجد. أوه يا تيتا. سامي، will you please get poor Monty his water؟ إيه يا مامي بتقولي حاجة؟ That's the third time I've asked you. What on earth is wrong؟ مايلي يا ماما أنا كويس أهو. الصوت ده؟ Oh, it's Mrs. Maggie. Mrs. Maggie, جارتنا؟ Yes, horrible woman. Whatever does she have in her apartment? مامي ده شكله صوت بقرة. You're right. It does sound like a cow. This is not acceptable. إزاي يبقى في بقرة في العمارة؟ Woof, woof. You're right, Monty. I should do something about it. أيوة، مين معايا؟ This is Queen Lizzie. Charlotte Catherine Diana Mountbatten. Your neighbor. تشرفنا خير. I'm ringing about the noise from your apartment. It sounds like you have a cow in there. بقرة في الشقة؟ أنا لا عندي بقرة ولا حتى فرخ. Well, it says quite clearly in the building rules, only cats and dogs allowed. You're right, Monty. What are you going to do about it? ولا هعمل أي حاجة طبعا. Nothing. Well, I'll be having words with Osman. لا 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 والنبي ما تقوليش لعثمان، أصل هو بيخوفني قوي. You'll be hearing from our lawyers. طب قولي بقى لللويرز بتوعك. بس يا ماما في ايه؟ ديزي بقالها كتير ما بتديناش لبن، والملكه جارتنا عرفت ان احنا مربيين بقره، ودي مناخيرها في السماء وهتعمل لنا مشاكل. البقره دي لازم تتباع. ازاي بس تقولي كده يا ماما؟ لا ديزي هتتباع يعني هتتباع، والفرخه دي كمان هتتباع لو ما اديتناش بيت. ايه ده؟ ايه المعلقه الكبيره دي؟ هي كبيره كده ليه؟ دي اخر حاجه وقعت امبارح من فوق وانت نايم. هتم احطها مع باقي الحاجات. هي كبيره كده ليه ولا عامله كده ازاي ولا مين بيستعملها في ايه؟ بطل اسئله كتير يا جاك وخليك في حالك بقى اما نشوف.
الفرخة دي هتحن علينا امتى؟ حني علينا يا فرخة، جبلنا بيت كتير، يلا يا فرخة يا حلوة يا طعمة بيدي عشان خاطري. Lay, lay, lay an egg, please don't pressure me. I will try to lay one, cause you want one for your tea. هاي هتعملي ايه؟ يلا انت قدها وقدود. You can do it. حني علينا يا فرخة، جبلنا بيت كتير، يلا يا فرخة يا حلوة يا طعمة بيدي عشان خاطري. حني علينا يا فرخة، جبلنا بيت كتير، يلا يا فرخة يا حلوة يا طعمة بيدي عشان خاطري. يبقى خلاص اتفقنا، احنا نبيع البقرة ونخلي الفرخة. يلا خد دول وزعهم حوالين العمارة. يا ماما عشان خاطري نسيب ديزي ونبيع الفرخة، عشان خاطري عشان خاطري. يوه يا جاك بقى ما تقطعش قلبي. تعالى تعالى يا حبيبي، ديزي بقالها كتير ما بتديناش لبن، واحنا معناش فلوس، ولا عايزهم يطردونا من الشقة اما ما نعرفش ندفع الإيجار؟ أكيد مش عايز يا ماما، بس يعني طب يا خلاص، يلا خد دول وزعهم حوالين العمارة، وخلي عم عثمان يساعدك، وأنا يلا هولع على الفرن على ما تيجي يكون الأكل ساخن. يلا يلا. عم عثمان، عم عثمان، هو مفيش حد هنا ولا إيه؟ مساء الخيرات. أنت مين يا عم؟ أنت فتحتني، حرام عليك. إيه ده؟ أنا آسف يا حبيبي، I'm so sorry. أنا واحد كل هدفه إنه يساعدك. إيه اللي في إيدك ده؟ بنحاول نبيع بقرتنا ديزي عشان ندفع الإيجار. مع إني قلت لماما نبيع الفرخة بس هي ما ردتش. الواد ده ما عندوش فلاتر. هي كنت بتقول إيه يا حبيبي؟ ما كوش فلوس؟ آه، عايزين محتاجين ندفع الإيجار لحسن هنطرد من العمارة، يبقى منظرنا وحش قوي قدام الجيران. غيب بس خطير. طب انا اقول لك على حاجه، انا عندي ليك مفاجاه. انا عارف ان الفلوس مهمه وكل حاجه، بس انا معايا حاجه احسن من الفلوس. احسن من الفلوس ازاي؟ انا معايا حبات فاصوليا سحريه، ماجيك بينز. فاصوليا سحريه؟ وايه السحر فيها يعني؟ هتبطل اسئله كتير يا جيك. ماما دايما بتقول لي نفس الكلام، بس ثانية واحدة، أنت عرفت منين الناس مجاك؟ ما أنا عندي برضه شوية سحر كده زي الماجيك بينز. بس لا 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 لا، أنا مش هقدر أديك ديزي قصاد الفاصوليا، ماما استحالة توافق. أنا متأكد إن مامتك هتحب الماجيك بينز جدا. أصلك ما تعرفش مامتي، دي في مرة نزلت تشتري خضار من السوق، وقعدت بقى تجري يمين وشمال، وتنافس مع الناس، وتتكلم هنا وهنا، وتفاصل. وبيع الزباله وبيع الناس، دي باعت ابويا، ابويا ذات نفسه اهو اتباع، ده مفيش فلوس، مفيش فلوس. ما خلاص بقى يا حبيبي، ما عرفت ان هي مش هترضى. انا مش محتاج البقره ديزي دي في حاجه، انا محتاجك انت تدور لي على حاجه. حاجه ايه؟ وفين؟ وعامله ازاي؟ عايزك تدور لي على مصباح قديم. اشمعنى؟ هو مهم؟ لونه ايه؟ ودور لا, لا 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 لا، هو مش مهم خالص، هو بس غالي عليا عشان كان بتاع جدتي الله يرحمها. اما بالنسبه بقى لتدور فين؟ دور في كل حته يا جيك، في كل حته في البيت. كل حته كل حته؟ كل حته. اندر ذا تيبل، تحت الترابيزه، بيسايد ذا كاوتش، جنب الكنبه، behind the disc lamp، ورا الأباجورة، between the chair and the lamp، بين الكرسي والأباجورة. عارف فين كمان؟ in the washing bowl، في طشة الغسيل. يا جاي لا 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 يا جاي، تعالى تعالى قدو الطشة، ما بهزرش بقى يلا. لا 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 لا، خد تعالى تعالى. لا 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 لا، خد بقى انت تعالى.
واوعى تنسى بقى يا جيك تدور on the top of the rubbish bags اللي هي تحت الشباك عندكم دي. فوق اكياس الزباله اللي تحت. هو انت عرفت منين انها تحت الشباك؟ ايه ده؟ هو انتوا عندكم زباله تحت الشباك؟ لا ده انا كنت راميها كده يعني، وبعدين ايه القرف ده يا جيك؟ ده الريحه جايه لحد هنا. اشيلوها يا حبيبي. ما هي ماما بتقول لي كده كل يوم، بس انا بكسل بصراحه. ايوه بس برضو انا اعمل ايه لما الاقي المصباح ده؟ تجيبهولي حالا بالا يا جيك، اوعى تديه لحد تاني، وعشان انت واد كويس وهتساعدني انا هديك الماجيك بينز دول هديه. ده بجد؟ شكرا جدا، شكرا جدا يا عمو. شكرا لك انت يا حبيب عمو. بس ايه ده؟ هو راح فين؟ وزعتش ولا واحدة. آسف يا ماما، أصل هبرت راجل عجوز وبصي إداني فاصوليا سحرية. بصي فاصوليا سحرية ماجيك بينز. هو أنا لازم أعمل كل حاجة بنفسي؟ تعال تعال يا ولد، تعال هنا. حرام عليك يا جاك، حرام عليك. هو أنا لازم أعمل كل حاجة بنفسي؟ ماشي يا جاك، الفاصوليا سحرية قال. ماشي هات البوسترات دي، انا هنزل اوزعها، وبكره ديزي دي هتبقى متباع، وهنزل كمان الزباله اللي بقالها شهر بتحايل عليك تنزلها. ماشي يا جاك ماشي. هو انا يعني هلاقيها منك ولا من ديزي ولا من الفرخه؟ اوريها السحرات دول ممكن يعملوا ايه. الشنب وقع وهي بتقولي ده عشان انت ريحه الفورد وولو ياسمين. بابا غير ممكن تاني كده. ايوه بص اه كده. ايه مش عارف.